دلوقتي نروح لدينا ومعها جولة في الملاعب الرياضية. بشكرك يا محمد، تعالوا ناخدكم في جولة رياضيا محليا وعالميا، وهنبدأها طبعا من محليا من فريق الزمالك. اتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد ما قرر فوزه على تذكر الكيني بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على استاد الجيش في برج العرب، وده كان في لقاء العودة في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وسجل أهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 11 وسيف الجزيري في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين في الدقيقتين 72 وال 74 من الشوط الثاني والمباراة. وبالنسبة لآخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة اليوم واللي شهدت عودة اللاعبين محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود وحيد لقائمة فريق النادي الأهلي، واللي أعلن عنها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عشان مباراة لقاء العودة في دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا قدام فريق حرس الوطني بطل النيجر. مصطفى النمر لاعب منتخب مصر للمصارعة حقق فوز كبير على منافسه الألماني والأوكراني وأحرز الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الحرة للماسترز في بطولة العالم اللي بتتلعب في اليونان. كمان هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فازت على لاعبة روسيا بنتيجة 3-0 في أول مباراة من مباريات بطولة بولندا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة تحت 15 سنة، وبعد كده فازت على لاعبة فرنسا بنتيجة 3-0 وبكده نجحت تتأهل لمنافسات دور 16 في البطولة. النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول قال انه بيسعى يكون افضل لاعب في العالم خلال الفتره اللي جايه وبيحاول يكون الافضل دايما، وقال ان طموحي اكون افضل لاعب في العالم وبشتغل بقوه طول الوقت علشان احقق هدفي واكون افضل نسخه من نفسي. ونروح لاقوى دوريات العالم، الدوري الانجليزي، واللي فريق ارسنال حقق الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجه 3-1 في اللقاء اللي جمع بينهم على ملعب الامارات في افتتاح منافسات الجوله 9 من الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. وبكده وصلنا لنهايه اخبار الرياضه، وهنرجع مره ثانيه لمحمد وهدير عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا، بنشكرك يا دينا.